على لوحدك يا بطة يا حلوة. محمود، شفت ولد لذيذ بشكل، نفسنا نخلف ولد زيه بقى. لا لا، بلاش حكايه الاولاد دي، قدامنا وقت. محمود انت جرالك ايه؟ الفيلا وغيرت رايك، والولاد كمان. في حد يجيب اولاد دلوقتي؟ هربيهم ازاي؟ نربيهم ازاي يعني ايه؟ زي كل الناس، البيت من غير ولاد ملوش قيمه يا محمود. في ناس ما عندهمش اولاد عايشين سعداء. محمود، في حاجة مضايقك في شغلك؟ أبداً. في حاجة مخبيها عليا؟ لا، بس الأولاد هيشغلوني عنك، وأنا مش عايز انشغل بغيرك أنت. الله، هو الوجع رجعك تاني؟ بسيط، هرجع لك بعد شوي. Vous avez une infirmière? Oui, monsieur. Voulez-vous me l'envoyer dans ma chambre? من فضلك والله. نعم. ما شفتش الأستاذ محمود؟ أستاذ محمود في غرفته بياخد حقنة. بياخد حقنة؟ نعم. في أول الأمر المرض متاعه ما كانش خطير، لكن من مدة عام تقريبا أعرف اللي حالته ميؤوس منها. مش معقول خبى عني المدة دي كلها، ليه ما قاليش؟ ما كنتيش تقدري تعملي حاجة، حبك تعيش معاه اليومين الفاضلين من حياته بعينين خالية من الدموع. دكتور، في أمل؟ الأمل على الله. أنا أنصارحك بالحقيقة حتى تقدري تواجهي معاه الساعات الشديدة المقبلة. سلام وانت طيبة. مش تقطع التورتة؟
عايز اقول لك ان من يوم عرفنا بعض اديتي لي سعادة اللي يحلم بها اي انسان. انت اكتر يا محمود. عايز اقول لك كمان ان مش هنسى الايام اللي عشتها معاكي. ايه اللي بيخليك تقول كده دلوقتي؟ معرفش. ليلى. ازيك يا سامية؟ وحشتيني قوي يا ليلى. مدحت. ليلى. كنت اتمنى نتقابل في ظروف احسن من كده. اتفضل. مبروك الفيلا ولو انها متاخره. ميرسي يا ليلى. ساميه. ها؟ وحياتك انا عايزه عربيه توديني الاسماعيليه. لا انت هتقعدي معانا هنا في المعادي، الاسماعيليه دلوقتي مهجوره. لكن بيتنا موجود. يعني هتقعدي لوحدك؟ عمتك وجوزها هاجروا وعايشين في سوهاج. باباكي مش لسه هناك؟ ايوه. خلاص اقعد معاه. اعملي معروف يا ساميه، افضل اكون لوحدي وانا في الحاله دي. معلش يا ساميه سيبيها على راحتها، نروح الاسماعيليه.